دكتور بشار، regarding the eyebrow lift، امتى المريض بيحتاج رفع الحاجبين؟ رفع الحاجبين الصراحة يعني عملية حلوة بس debatable. يعني نحن ما بنحب نقفز مباشرة على عملية رفع الحاجبين. بنفضل أول شيء نبدأ بالبوتوكس، خاصة بال يعني الأعمار الشابة. العمر ما بين مثلا فرضا 25 ل 55 يفضل استخدام البوتوكس. البوتوكس بيعطي تقريبا نفس مفعول عملية رفع الحاجبين، نفس الشيء بالبداية. لكن ممكن بعدين مع تكرار البوتوكس مرات عديدة على سنوات طويلة يصير طبعا العضلات ما تستجيب بشكل كافي، أو بيصير في عدم تناظر. يعني عدم التناظر مو سببه دائما إنه سوء حق، لا، يكون انه في عضله مع مثلا بالطرف اليمين ما بتستجيب اكثر من عضله بالطرف اليسار، فبصير في عدم تناسق. فبهيك حالات ممكن نلجا للجراحه، او كمان بالاعمار المتقدمه فوق ال 55 بيكون في عندنا هبوط شديد بالحواجب، فبالتالي البوتوكس ما بيعطي النتيجه المرضيه. فبهيك حاله طبعا نلجا للجراحه. هيك الخطوه الاولى البوتوكس لسنوات، بعدين ممكن نلجا للجراحه فوق العمر 55 او اذا البوتوكس ما اعطى نتيجه. طبعا الجراحه بتكون يعني بتكون بالمنظار او بتكون عن طريق جراحه من خلف بالعاده، من خلف يعني خط الشعر، فبالتالي دائما الجروح بتكون مخفيه، فبالعاده ندخل من خلال هالجروح البسيطه الصغيره هي بنسحب الجلد والعضلات وبنشيل شوي الجلد زايد من هون وبنخيط مره ثانيه، بنخيط العضلات مع الغشاء اللي هو فوق العضل. فهذا بيثبت الحواجب بشكل كافي وبيعطي نتيجه مرضيه. لكن لازم المريض ياخذ بعين الاعتبار انه رفع الحاجبين ما بيستمر فتره طويله اكثر من سنتين، لانه يعني منطقه الجبهه منطقه فعاله هايبر اكتف، يعني دائما الواحد يحرك عضلات جبهته بشكل مستمر الاف المرات باليوم، مع الضحك، مع الحكي، مع الابتسام، مع الحزن، مع اي شيء عضلات تحرك دائما. فهي طبعا بالدمن، فدمن الحاجبين تحت تنشن لما يسحبوا لتحت، فقد ما شدينا قد ما شدينا بيعطي نتيجه باهره اول 6 اشهر 8 اشهر، بعدين ينزل الحواجب ينزل شوي شوي. لكن اذا المريض يحط بباله انه رفع الحاجبين ممكن يضطر يعيدها كل سنتين مره، مو مثل عمليه مثلا الانف او عمليات الاجفان او عمليات شد الوجه والرقبه بتعطي نتائج طويله المدى جدا. طبعا عمليه تحت تخدير موضعي اقل من ساعه بنفس المريض بخرج من المستشفى. دكتور بشار شكرا كثير. شكرا.